السلام الخوت، كالعادة عليكم بالقويدات اللي هما أربعة، كوان والكيت والسينتا والظلام. بالنسبة للسينتا راه ما تحتاجوش لها في هاد البارت، خلوها تال البارت الماجية. ما تنساوش دعيوها مع خوتنا اللي في الصحراء، اللي من هاد القنت كنقول لكم تحية لكم الرجال. هذا ما كان الأشرال. نبدأ قصتنا اللي قصة حقيقية. ساريه راكزه في النقطه وليام تشالي، لا بدا غدر الدنيا تاخد حقوق ساريه بضروري ما تسالي. زماني في طم اللي يامي غادي تكالي، الظلم فرمشه منكم والحبس غادي يجي النهار ويسالي. داتي ولاها همه هزات وقلوم حروفي، حيت الشردة غزات عروقي والرد سرالي في قلبي. حجرة دالية على دمايات ريحتها كلات نيوفي، نبرد جيوفي والنشوى راكدة ما بين سطور جيوبي. القاتل يتقتل والسارق تقطع له يدو والزاني يتجلب، راه العين بالعين السن بالسن والظالم هو اللي بادي. هاد المرسو كيلخص قصتي من اللي فتا ليا، ودابا نقول بسم الله ونبدا نسرد ونفصل في الحكايه. كمال الراجل، كمال الراجل، على سلامتك، على سلامتك. اليوم سالت العقوبه ديالك، العقوبه ديالك. هادي هي الكلمة اللي كنت كنساين 25 سنة الخوت. جمعت حوايجي، سلمت على المحابسية اللي عاشرت في هذا الوقت واللي دازو بزاف دلي جينيراسيون على يدي. مشيت للبيرو للمدير الحبس باش نسيني شي وراق قبل ما نخرج. دخلت عدو تحنيت على دوك الوراق، ولكن هاد المرة منظر قلال، ما قشبلت والو في داك الشي اللي مزمم فيهم. تقاتلت وبزز باش فكيت سطورهم، حيت في عمري دابا 56 سنة واللي دات منا حيطان الحبس 25 سنة ودات لي معاها تصحيحتي. بديت كنسيني في دوك الوراق والمدير طارق عليا زابورو، كنتمنى تبدا حياة جديدة وتبعد على الصداع. فكرتي شنو دير ملي غتخرج؟ ملي ودني ما سمعو جواب فمو نطق وقال علاش ساكتو ما كتكلمش يا كمال. هنا عقلي اكسبتا كلامو وجاوبتو وقلت ليه سنين الظلم نساتني الكلام. وهاد المرة جوابي عليه خلاه يضرب الطم شي دقيقة قبل ما ينطق ويقول لي اسمع يا كمال،
انت اليوم خارج للدنيا من جديد، خصك تنسى كاع اللي فات وتبدا حياتك بامل وتسامح. هنا حسيتو استفز كياني، الشي اللي خلاني نقول له امل وتسامح. حيلي اللي مات ورد لي اللي ضاع، وعوض لي 25 سنة اللي داس من عمري باش نقدر ننسى ونسامح. زيد كفتي وزدت خلفه، السموحة تاع الخوت غنرجع بكم فلاش باك الواحد 25 سنة ولا 26 سنة كاك قبل، باش تعرفوا شكون انا شنو وقع تلقيت راسي هنا. خصكم ضروري تعرفوا الماضي باش نوصلوا للمضارع ونختموها بمستقبل. انا كمال الراجي نرجع بيكم ديريكت النهار فرحي. لارسال خود تزوجت بنت تربنا إلهام اللي كانت يتيمة لبو واللي كانت بحالي، غير هي ميتمة من بوها وانا ميتم منهم بزوج، ونقدر نكون ميتم منهم وهما مازالين في الحياة. والديا ما عرفتهمش الخوت، حيت خوكم طرع ريحانو في الملجأ. خيرية، كنت ساكن في واحد الحومة شعبية في الحي المحمدي، كيقولوا لها درب عادل. كاري واحد الغارسونيير بحالي بحال الناس اللي باغين تستروا من الهي في لاصات ومن القطرة إلى سال. الخدمة كانت في المرصة، كنت خدام في واحد لوزين كان سوق ترونسباليت، ديك اللعيبة اللي كيهزو بها الصنادق. تزوجت بإلهام بنت تربنا كيف قلت ليكم، يتيم دايتيما وهناو المدينة، قبلات عليا وقبلت بيها. وخيتاما كنا عايشين عيشة اللي ما عايشينهاش ولاد القاع والباع، السعادة بالصحة الخوت. كنت كنقول غير يمتى يوصل وسط النهار باش تجيب لي إلهام غدايا، منها نشوفها ومنها ناكل النعمة اللي كتخرج من يدها. إلهام الخوت طيب ليك حجر يجيك بحال اللوز، ونعم الزوجة حق الرب. ضربنا العام الأول زواجنا خرجنا به بوليد اللي سميناه أنوار، واللي زاد نور لنا عشنا، واللي ولينا كانت ناقرو أنا ومو بسبابه والو غير على شنو بغينا يخرج مثلا. انا كنت كنقول محامي وهي كتقول بغاتو يكون ضابط في البوليس. راكم عارفين بحال هاد المناقشه الخوت كيف كتكون، واخا كيكون فيها العناد كتكون حلوه وبنينه، خصوصا انك كتشوف طريف من لحمك ودمك قدامك. واللي كنت ملي كان مشي للخدمة كياني استعمرو أنوار جرى على أمو منه، وليت كنقول لا تجيب لي غدايا وتجيبو معاه. وداك الشي اللي كان من مور ما ناطو صحات من نفاسة رجعت للروتين اللي كانت موالفة لي، واللي هاد المرة تزاد فيه أنوار. وليت كندوز أحسن أيام حياتي، واخا تمر النهار كامل ولكن كل شي كيهون ملي كنمشي للدار، حيت كنلقاها منوره بانوار امو فيهم كل شي، مي با
اختي وخويا صاحبي صاحبي سموحة. لا صاحبي كاين صاحبي اللي فات طوز الصحبة ودخل النيفو الاخوه اللي كان سميتو العربي واللي هو اللي مشى معايا نهار مشيت نخطب وهو اللي دبر لي في خدمه وهو اللي كان واقف معايا في المره قبل الحلوه العربي كان حاس بيا حتى هو ولد الخيريه غير هو كان كبير عليا وخرج من الملجأ قبل مني وملي دبر على راسه ما نساني جا وخرجني ودبر لي معاه في الكوان فين كان خدام وسكنني معاه في البيت فاش كان كاري واللي ما خرجتش من هذا البيت حتى تزوجت. كاينين خوت كتولدهم ليك امك وكاينين خوت كتلاقيك بهم الوقت واللي يقدروا يصدقوا لك اكثر من خوتك اللي مشاركك بهم الدم. واحد النهار وكيف ديما وصلت وقت الغداء اللي كان خرج لواحد الجردة كانت قدام الوزين فين خدام تما فين كانت كتجي عدي مراتي إلهام وكتجيب معاها ولدي أنوار والنعمال اللي غنقصيو وانا كان عيط للعربي وكانت غداو كاملين. فهاد النهار ملي كانت جاية وملي وصلت حدا باب الوزين تلاقات صدفة بالمدير واقف بطوموبيلتو وكيساين الغارديان باش يفتح له الباب يدخل. هاد المدير اللي كانت سميتو جمال الوهبي كانت مراتي دايزة وأنوار في ظهرها والقفة اللي فيها النعمة في يدها. هنا عيني المدير لمحاتها الشي اللي خلاه ينزل عدها ويمشي ديريكت يطلق عليها كلامه الباسل. هنا مراتي إلهام دارت في دورة كلبونية لكم عارفين جواب بنت الناس المأصلة كيف غيكون في هاد الحالة. قالت لي 5 د الكليمات بالحساب الا ما حشمتيش من الشي باللي في راسك حشم غير من التربيه اللي في ظهري. الشي اللي خلى المدير يتقمع قمع هاد الكلاب والشي اللي خلاه يطلع للبيرو تاعو ويبقى سامر كيسرق النظر من السرجم تاعو اللي كان كيطلع على الجريده. وصلت لوقيتها وخرجت انا والعربي فرشنا القلع اللي كانت جايبه الهام وحطات لينا النعمه اللي قسم الله. بدينا كانت غداو تحت نظار المدير اللي كان مراقبنا من البيرو تاعو واللي احنا ما فراسنا ما يتعود. مراتي الهام راه ما قالت لي والو ولكن كنت رديت البال باللي راها ما هياش غير من تصرفاتها حيت ماشي هادي هي طبيعتها. واللي ملي سولتها جاوبتني داك الجواب الخاوي ما لي والو غير عيانه وصافي. حتى انا ما حكرت عليها حيت الله يحسن العوان غير الطوبيس فاش جات والدري اللي في ظهرها راه هلو جوابها باش يكون لوجيك ويقناني. سالينا الغداء وبست ولدي ومشات في حالها. رجعنا انا والعربي باش نكملوا النهار اللي بدينا في الخدمه. وهنا جا عدي الشاف اللي مكلف بينا قال لي كمال تكلم للمدير. قلت لي ما عرفتيش شنو بغاني السي راشيد. قال لي وباش نعرف انا طلع عدو انت باش تعرف شنو كاين. وداك الشيء اللي كان وصلت للبيرو دقيت ودخلت
لقيتو شاد سيجارو قال لي انت هو راجي؟ جاوبتو اكسبتيت ليه بقى. ومن بعدها اسيدي هو يقول لي شكون ديك المرأة اللي كنتي كتغدى معها في الجردة اللي براد لوزين؟ قلت لي هذيك مراتي. هو يقول لي راك عارف تختارها العفريت. هنا حمرت في عينيا الشي اللي خلاه يعرف باللي ما عجبتنيش النكتة الحامضة ديالو، وتا هو في بلاصة جمع وقلب كريماس وجهه من الضحك الجدية وقال لي فراسك راه سباتني. هنا استغربت الكلام الشي اللي خلاني نقول لي كيفاش وعلاش هو يقاطعني. قال لي ما غنقول لك والو، تا تمشي للدار بالعشية وسولها، سير دابا رجع لخدمتك. صيفتني من بعد ما دقلي البيكوراد الوسواس، رجعت للخدمة وانا مقلوب لي المزاج. كنقول يمتى غير توصل الستة باش نروح للدار نعرف شنو كاين. وداك الشي اللي كان، ما وصلت الستة تا يكون راسي بتوفي شي ميات شي باب قوة تخمام. ملي وصلت للدار هبطت على مراتي إلهام بسؤال واحد، شنو وقع بينك وبين المدير تاع سبيتي؟ في الاول ما بغاتش تقول لي وعيات ما تدريبليني بجواباتها، ولكن كنت بحال داك الواد الحامل هبط عليها هبطه وحده ما مفاكش. شي اللي خلاها تعاود لي وقالت لي باللي راه تبسل عليها. الفالطة ماشي ديالها، الفالطة ديالي أنا اللي كنت كنخليها تجي في وسط واحد المجتمع اللي عامر غير بالدياب. دياب في صيف 18 حيث اللي يشوف الولد في ظهر المرأة ومع ذلك ما يكبحش نزوتو فأرى الحيوان خير منه، حيث الخوت البشر فضلوا ربي على الحيوان غير بالعقل. يعني ماشي كاع اللي تهيتيها تقدر تلبي الرغبات نزوتك وديرها. وهنا فين كاين ديفيرونس بيننا وبين الحيوان، حيت هو ايتها حاجه جابها ليه عقلو يديرها ما عدو سوق. بحال مثلا الطواليط ديالو هو كاينه في كل مكان وفي كل زمان، قدر فين ما جاتو يخلص الضريبه ما عدوش سوق يحطها. العكس ديالنا احنا البشر. تشارشيت على داك القرد المدير، الشي اللي خلاني نبات بلا نعاس، والشي اللي خلاني كيف ما نوصل لوزين في الصباح نمشي نساينو في البيرو ديال، واللي عيا معايا العربي باش يقنعني على الشيطانة كمال. ولكن والو، عقلي فيه حاجة وحدة، ما كاينش شي شيطان قد بنادم. وصلت ديك 9:30 وها هو مول دعوتي طالع مع وصلني. هو يسبق لي ديريكت السؤال، شنو قالت لك مراتك؟ وانا نجاوبو بواحد الكروشي شديتو وخلي ضربوه مزيان. تا جاو الموظفين السيكوريتي بزز باش قلعوني عليه، هزيت حوايجي وخرجت. انا عارفه غادي يجري عليا من بعد، اللهم نديرها من دايتي الراسي. مشيت ديريكت للدار، مع دخلت الهام عرفات شنو واقع. الشي اللي خلاها تقول لي شوف ما كيسد الله باب حتى كيحل بيبان، خيرها في غيرها، وختماتها بتعنيقه. صراحة بردات عليا وخا هكاك. وصلت العشية وجا عدي العربي،
قال لي شوف صاحبي ما تديرش في بالك، دابا تلقى ما احسن، وهادي تدير لك عقل مرة اخرى. انا عرفتو باللي كان كيقصد عمرك تخلي مراتك تجيب لك شي غدا ولا شي حاجة، قضي غارب بحك ديال السرديل وانت مغدي. تفارقنا انا وياه ومشيت للدار باش نتعشى والناس، حيت غدا بكري غيخصني نخرج نقلب على خدمة. من بعد ما تعشينا ترمينا وتخمدنا، داتني الغمضة، تفيقني الفرع في الباب، شي حد فرع علينا الباب. الغاشي عندي في الدار الخوت، الشي اللي خلاني مع القلباد النعاس، نحضن مراتي وولدي ونبقى مخشب في بلاصتي. كانت هادي هي الرياكشن ديالي. دخلوا علينا ستة ديال الناس وهازين كاملهم الجناوة، كانوا دوك الجناوة ملقمين بالسيوف، كانت الجنوية فيهم فايتة قصوريات الجنوي وما وصلاش لطول السيف. قصدوني زوج منهم، شدوني وكتفوني، وهنا غيبدا أخيب فعل شدو في حياتي. الفيلم اللي كنشوف فيه دابا هو المدير جمال الوهبي حيد القناع اللي داير على وجهه، كيف ما حيدوه فراد عصابته اللي زوج منهم شاديني، والشي اللي بقى مشادي ريكت الإلهام مراتي. بدأوا كيقطعوا لها في حوايجها، ومن اللي سألوا شدوها وبريباروها للمدير. بديت كنشوف فيها وهي كتغطاس بقبالة عينية، المشهد اللي خلاني نفقد الكلام شي 3 سنين من بعد. في نظركم الخوت كيف كانت غتكون ردة الفعل ديالي ملي كنت كنشوف في هاد الديكور؟ كتير منكم غايقول غادي تغوت وتبدا تهلل. الناس اللي قالوا هكا ما تخافوش، راكم ناس سلام في عقولكم، حيت هكا غتكون الرياكسن تاع اي واحد. ولكن اللي ماشي سليم في عقله هو انا، حيت ملي كانت مراتي كتغطاس بقدامي ماتوا لي العصب اللي كيحركوا لي لساني. تزيزنت على الخوت، تزيزنت من هول الصدمة والمنظر. وقع لي كيف كيوقع ليك الى شدك بغطات في الحلم، من الداخل كتكون كتغوت لربي اللي خلقك، ولكن لوكور ديالك ما كيستاجبش. شدني شالها المؤقت، خوت غنوقفوها هنا، حيت والله طاب الصح ما قدرتش نكمل الكتبة. تنريكيبيري شوية ونستوعب باللي هاد الانسان اللي شاف هاد الديكور قبالته صبر وما تخردلش في دماغ. بلا تطوال في الكلام، قبل ما نمشي غنقول لكم عندكم اختيار، واش تبغيو نهار الجمعة تكون البارت الثانية ديال هاد القصة، ولا يكون الدوسي من التواصل اللي كنديرو. جاوبوا في كومنتيرات و تهلاو الخوت.